خليني اقرا لك هذه الوثيقه السريه اللي انت تقول قبل ايام كانت هنالك مذكره تفاهم. تقول الوثيقه بتاريخ 18/8/2024 تاشر وجود خطه تقدم للجيش التركي تجاه السيطره على قريه بازي والطريق المؤدي الى قمه جبل جيا ضمن سلسله جبال متينيا والتي تقع مسافه 6 كيلومتر شمال غرب مركز ناحيه بامرني قضاء العماديه، حيث باشرت مدفعيه الجيش التركي منذ مساء يوم 17/8 بتنفيذ سلسله ضربات مدفعيه متقطعه استهدفت محيط قريه بازي حسب الاحداثيات. اي مذكره تفاهم تتيح لجيش خارجي ان يقصف قرى عراقيه امنه بموجب اي اتفاق؟ واحنا ما نفهم هذه البرقيه هذه البرقيه وصلت اليه القرى ده تنضرب بالمدفعيه الثقيله. هاي البرقيه طبعا هي ما لا يمكن ان تكون ضمن مذكره التفاهم. هذا يبقى في حيز هو السلوك الفردي للقوات التركيه في المنطقه. والا مذكره التفاهم الغرض من عندها هي هو عمليه تنظيميه بنفس الوقت حتى نستطيع حقيقة نحافظ على سيادة البلد. اليوم التنسيق اللي يصير الغرض منه نعم نتجنب ضرب الأراضي التركية من قبل حزب العمال الكردستاني. حزب العمال الكردستاني بالمناسبة أعضائه هم اجوا لهذا المكان بموافقة تركيا سابقا تواجدوا بالعراق، والان تركيا بدات يعني تتذرع لضربهم لاسباب هي تعتقد بان حمايه لاراضيها. فبالنتيجه دكتور نجم ارجع اكد على موضوع مهم جدا. نعم. اليوم مذكره التفاهم نعتقد يعني هي بالرغم ما هي قد تكون ضعيفة لأن ما ارتقت إلى مستوى اتفاقية اللي تكون أقوى حتى من الجانب القانوني يكون بها قوة أكثر لحفظ يعني للمحافظة على حقوقنا كبلد، لكن أصبحت الآن مذكرة ما بين الحكومات.